بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. موضوع إنكار وإعراض الأمم عن الوحي الشريف دي قضية قديمة حديثة اهتم بيها القرآن الكريم وتناولها كتير جدا من خلال ما قصوا علينا من قصص الأنبياء الكرام، وختاما بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قضية تكذيب يعني الأمم لأنبيائهم ولجميع رسلهم من أو يعني كل ما قصه القرآن علينا في قضية إنكار هؤلاء للوحي الشريف. فعرض القرآن أو تم عرض هذه القضية في القرآن الكريم لأهداف عدة، منها بيان لتاريخ الدعوة، دعوة الرسل الكرام إلى توحيد الخالق العظيم، وإزاي كانت بتقابل هذه الدعوة بإعراض الكثير من الأمم وعدم الانقياد والاستماع لما يقوله لهم الرسل الكرام. وفي نفس الوقت عرض واهتم القرآن الكريم بهذه القضية عشان يعرض لنا نموذج من أنواع البشر اللي بتنكر الحق البين الواضح، وبيتناول القرآن الكريم لهذا النموذج البشري كثيرا وبينوه إلى هذه النماذج البشرية التي تنكر الحق، لأن موضوع إنكار الوحي التكذيب بالوحي ده درجات، زي ما قلنا قبل كده من فترة لما بدأنا في مسألة الرد على إنكار السنة أو إنكار وجود السنة، وقلنا أن في درجات لإنكار الوحي. أقصى صورة في مسألة إنكار الوحي هو الإنكار بالكلية لما أقصى صورة هو الكفر، لأن ده إنكار بالكلية لما أرسلت به الرسل الكرام من عند رب العالمين. فحينما يقص علينا القرآن الكريم في القصص أو في غير القصص وينبه إلى رد فعل الأمم في تلقي الوحي عشان يبين للمؤمنين إن الوحي له أعداء في كل زمان، فينتبه أهل الإيمان لأنه ضعف النفوس ينساقه
ويصدق هؤلاء فيما يدعون وفيما يقولون. لكن القرآن بيدينا الومضات والقضايا والموضوعات المهمة اللي حيلقاها المؤمنون في أزمنتهم العديدة. في كل جيل بيجي صور في إنكار الوحي وأشكال كتيرة في قضية إنكار الوحي، يعني مش بس فقط إنكار المشركين والكافرين المخالفين لنا في الاعتقاد للوحي، بل إحنا قد نرى حتى من بعض المسلمين تحت دعوة أو دعاوى التنوير وخلافه. فقوله تعالى وإن يكذبوك، هذا التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أرسل به من عند ربه، أقصى وأعلى صورة هي الكفر به، لكنها درجات التكذيب بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، درجات ليها زي ما قلنا قبل كده صور في عالمنا المعاصر. ما زال يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذب سنته، ويعمل أعداء الوحي على إن هم بيشككوا المسلمين فيها، وبيشككوا كل من أراد أن يدرس هذه السنة اللي هي الوحي الثاني، فيشككوهم في هذا. وكل مكذب برسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب حاله، لأن زي ما قلنا درجات وصور. هناك المنكر التام بالسنة النبوية، مكتفي بس بالقرآن الكريم ويقول لك إحنا القرآنيين ملناش علاقة بالسنة. وهناك من يشكك، يعني صنف تاني بقى بيشكك في نسبة الأقوال لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس توثيقا وإنما تشكيكا، يعني إن هو مش عشان يبحث في مدى صدق المروية أو مدى صحتها من صحتها أو عدم صحتها، لا، المسألة بالنسبة له لا، الكلام ده ما يقولوش، الكلام ده لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، وسهل كده بيقول هذا الكلام دون رجوع إلى ضوابط علم الحديث ليستطيع من خلال هذه الضوابط والقواعد الحديثية في علم أصول الحديث فيدرس يعني المتن والسند، ويشوف نص الحديث واللي روى الحديث ويبحث في صحة الحديث من عدم صحته، لا، بيتكلم كده دون رجوع إلى قواعد ومنهج علمي في مسألة ضبط الكلام الذي يقال. هناك برضو أنواع من الناس بيشتبه عليها تأويل وفهم بعض الأحاديث الواردة عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيعمل إيه؟ يوهم للناس بالطعن في السنة. ده صورة من الصور اللي احنا بنشوفها، وهناك من هو مأجور على فعل ذلك، وده كله من قبيل تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا وإحنا دايما بنتناول هذا الموضوع أو من خلال عرض هذا الموضوع وهذا الطرح، إن إحنا زي ما بنذكر دايما نفرق بين، عشان ما يتقلش أنتم مش عايزيننا نبحث، أنتم مش عايزيننا نقرأ، أنتم مش عايزيننا نراجع، لا، لازم نفرق بين حاجتين إن كنت صادق في دعواك يا من تقول ذلك. نحن نفرق بين طالب العلم المتخصص اللي ليه منهج في البحث العلمي، المنهج ده بيوفر له مراجعة دقيقة لأنه عايز يسعى إلى توثيق الحديث الشريف عشان يتأكد، عشان يفهم، عشان يتعلم وينهل من هذا العلم العظيم. فارق كبير بين باحث جاد درس وتخصص وأتقن والتزم المنهج العلمي في البحث والتنقيب والتحليل والبيان والشرح، وعشان يقدر إنه يفهم ويصل إلى تأويل معنى الحديث، لأن ده غرضه العلم، مش غرضه التجارة، مش غرضه الدس على الناس، مش غرضه تشويش الناس، مش غرضه أجندات معينة، لا، ده غرضه بحث علمي. ده صورة غير الصورة التانية اللي غرضها التشكيك والطعن تنفيذا لمن يسوقهم ويقودهم، ممن يصرفون الشباب عن التعلم الحقيقي والبحث الجاد اللي هدفه الفهم، اللي هدفه العلم، مش هدفه الطعن والتشكيك. وده يعني ينقاد في كل المضامين العلمية والحياة الاجتماعية. أكرر، إن من ظن هدم السنة هدفه الحقيقي، مش هدم السنة، هو هدفه الحقيقي هو الطعن في القرآن الكريم، لأن الرجال الذين حملوا في صدورهم وكذلك في صحائفهم القرآن الكريم غضا طريا إلى أن وصل إلينا، هم أنفسهم من حملوا في صدورهم
وصحائفهم القرآن الكريم. اللي حملوا القرآن هم من حملوا كذلك السنة النبوية المطهرة. من قام بحفظ ذلك القرآن الكريم قام كذلك بحفظ السنة النبوية المطهرة. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة العرب للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقضى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فترة الدعوة بتاعته الطاهرة معلم موجه مطبق، يعني قدوة بين الصحابة، قدوة مباركة بين الصحابة الكرام. فكان زمن النبوة الشريف يعني مرحلة تعليمية تطبيقية تأسيسية، يعني هي كانت أساس علمي منهجي لبنيان الحضارة الإسلامية العظيمة اللي جت بعد كده، اللي غيرت وجه التاريخ عن طريق ما أمدت به الدنيا أو ما أمدت به الحضارة الإسلامية المجتمع الإنساني من ذخائر ومواد حضارية علمية ثقافية اجتماعية متنوعة وثرية يفيد منها العالمين في شتى مجالات الحياة. زمن النبوة الشريف هو زمن التأسيس، تأسيس في كل شيء. يعني لما يجي النهاردة حد ويقول لا لا لم يحفظ العلم في القرن الأول ولا في زمن النبوة، ده ابتدوا في القرن الثاني والثالث، أرجع أقول جهل وعدم إدراك للتطور الطبيعي للعلوم، التطور الطبيعي اللي كان في حفظ الله ورعايته، اللي حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيام بمهمة البلاغ عن الله، حفظ كلامه وحفظ هديه صلى الله عليه وسلم. كانت حقبة الزمنية اللي هو في الزمن النبوي الشريف اللي لا تتجاوز ربع قرن من عمر الزمن حتى وفاة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح الفترة دي كما تراها عدد السنوات والأيام والليالي، لو أنت بحثت بدقة ودققت النظر في هذا الزمن الشريف هتجد نفسك أمام مدرسة النبوة المعظمة اللي بتربي جيل جليل، جيل بيشرف على تربيته وعلى إخراجه للعالمين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون بين يدي هؤلاء ما علموا أو ما علمهم إياه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الجيل الكريم، الصحابة الكرام اللي كانوا بيتعلموا في المدرسة النبوية المعظمة مواد علوية قدسية، القرآن الكريم اللي كان بيتعلموه بيحفظوه بيدرسوه بيفهموه، وكذلك الوحي الثاني وهو السنة المطهرة اللي كانوا بيتعلموها واللي كانوا حريصين قوي على تلقي الحديث من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومش بس حرص على التلقي، لا، والتوثيق حفظا في الصدور وفي السطور، وتحقيقا مع من يأخذون منه الحديث إذا لم يستمعوا إلى الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياخدوه من بعض ويتأكدوا ويراجعوا مع بعض ويعملوا مجالس مع بعض، يحفظوا ويسمعوا لبعض، وانت سمعت ده وانا سمعت، واللي كان منهم مشغول بيتناوبوا زي ما سيدنا عمر بن الخطاب كان بيحكي، وهكذا. كل ده من عناية الله العظيم للسنة النبوية المطهرة. الحقيقة انه العهد النبوي الشريف مدرسة علمية تطبيقية لا مثيل لها في العالمين، تلقى فيها الصحابة الكرام القرآن الكريم جنبا إلى جنب مع السنة العطرة، وكان الصحابة الكرام متجاوبين جدا مع الوحي الشريف، ياخدوه ويسارعوا إلى تطبيقه وتنفيذه والعمل بما جاء فيه والحفظ على مباني الألفاظ والقيام بمعانيها. إذا احنا دققنا النظر بتجرد، مش بنخدم وجهات نظر تريد بنا الهلاك، إنما أنا أما أكون باحث علمي، كل ما الباحث العلمي، يعني طلاب البحث العلمي، كل ما الباحث العلمي بيكون متجرد بيضع البحث
الحقائق العلمية قدامه وبيطبق إنه يفهم من خلال المنهج، ضوابط المنهج اللي بيختار إنه يشتغل بيه على المادة العلمية. والمناهج العلمية دي معلومة مش بس في مجال الدراسات الإسلامية، في سائر الدراسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كل أنواع العلوم والمعارف لها مناهج علمية. يجي الباحث يمسك المنهج والمادة العلمية يجتهد ويسعى بتجرد، ما عندوش أهداف. لو إحنا دققنا النظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهج والمنهج منهج حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم وأساليب الحضرة الشريفة الرائقة في التوجيه وفي التربية، مع التأمل الواعي في علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة الكرام ومدى التفاعل والتجاوب، تجاوب هؤلاء الكرام الخلص مع مربيهم الأعظم الرسول الأعظم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومدى التلقي الجاد للمادة اللي بيتعلموها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، علمنا اللي بيدقق كده في السيرة بتجرد، علمنا عظم ما تعلموا رضي الله عنهم، وفي نفس الوقت نطمئن إلى مصير العلم اللي تلقوه وشاركوا في تطبيقه في زمن النبوة الشريف. وحننتهي بلا شك إلى حتمية وجود السنة وسائر السنن الواردة عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي تعلم الصحابة الكرام واتربوا وتوجهوا على إنه هذه السنة هي لتوجيههم وتزكية نفوسهم وتنقيتهم، وإنهم الجيل اللي حيحمل هذا العلم لمن بعدهم. عشان كده هم فازوا رضي الله عنهم، فازوا بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفازوا بأنوار قدوته، اهتدوا وتعلموا. ومن أنواره صلى الله عليه وسلم نهلوا، لأنهم امتثلوا إلى ما أمرهم، امتثلوا اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إنهم يقوموا به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: العلماء ورثة الأنبياء. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، الصحابة بيحفظوه في الصدور وفي السطور، الكتم بينهم يكتبوا، والحفظ يحفظوا، والشاهد يبلغ الغائب. وبعدين المعنى ده يتحول إلى مجالات للتنفيذ والتطبيق في الواقع، المجتمع النبوي الشريف، الصحابة فيما بينهم. فلما يسمعوا هذا الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، ده توجيه ليزدادوا في طلب العلم ويزدادوا في السعي للعمل به، عشان يوفقوا إلى أسرار العلوم والمعارف، إن الإنسان يطبق اللي بيتعلمه، إنه يعملوا به، وإن هم يتعلموه ويعلموه. بل كمان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام حث الأمة على احترام العلماء واحترام كل إنسان في مكانه حتى لو اختلفنا معاه، ومعرفة حق كل إنسان حتى لو خالفناه. فالنبي بيوجهنا إلى الآداب اللي لابد المؤمنين يتحلوا بيها، عشان لما يختلف المؤمن مع المؤمن ما يتحولش اختلافه إلى إساءة أدب يسأل عنها يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي، يعني مش ماشي ده على الطريقة المحمدية المهدية، ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فبيبتدي ينبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكانة العالم، وإنه لابد أن تصان مكانته. العالم بحق، العالم بحق الذي رجا الله بعلمه، الذي لم يطلب الدنيا بعلمه. يبقى العالم ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك انتبه حتى تسير على الطريقة المحمدية، أن تعطي لكل إنسان في مقام، تحافظ على مقام كل إنسان حتى وإن إنك اختلفت معاه. وينبهنا إنه للعالم نصيب عند الله عز وجل من الأجر العظيم، بيشاركوا فيه طالب العلم ليه نصيبه برضه، يعني العالم الذي يعلم وطالب العلم المتفقه الذي يطلب العلم
الاثنين هو كمان المتفقه الذي يطلب العلم لنصيبه زي ما للعالم نصيب. وهو بيأسس كده لدفع الصحابة إلى تلقي العلوم والمعارف، وإنه حتى لو اختلفوا في أي شيء يصون كل إنسان، لابد أن نصون الكبير في مقامه، وأن نرحم الصغير لصغره، وأن نعرف لأهل العلم حقه. لأن المؤمن ده حاله أدب رقي، مش دون ذلك. إنما الإنسان الذي يسعى وراء ذلك ده حاجة تانية، ليس منا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبيعة الحياة أن يكون هناك خلاف واختلاف. طالما احنا خلافنا واختلافنا قائم على أسس علمية منهجية معلومة، خلاص تناقشني بالعلم وأناقشك بالعلم، بس إذا كنت أصلا من أهل العلم، مش مدعي إنك من أهل العلم. إنما الناس بقى بتدخل تبص تلاقي الفئة التعبانة دي بتدخل في السب والشتم وإساءة الأدب والطعن في السنة والطعن في كل ما هو محترم عند الأمة، لأنه ما عندوش هدف علمي ثابت، ما عندوش قضية حقيقية. هو بيتاجر، عايز يعمل مفكر وعايز يعمل تنويري وعايز يعمل ويهز نزعزع المجتمع، والله أعلم من وراء هؤلاء لزعزعة المجتمع، لزعزعة الأمة في مرحلة حساسة هي فيها قضايا كبرى لابد من الالتفات إليها. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف يكون الخلاف والاختلاف، ويعلمنا كيف يكون الاحترام فيما بيننا، ويعلمنا كذلك عشان بس ما يتقالش إنه إحنا بنوقف الناس إنها تبحث وإنها تسعى وإنها تتعلم. لا، يتعلموا في المعاهد العلمية، مش قاعد في بيته ويقول لك أنا قريت كتابين وأنا وصلت. يعني إحنا هنقفل بقى المعاهد العلمية والمؤسسات اللي فيها تخصص عشان واحد طالع النهاردة يشكك في كل ما هو ثابت معلوم عملت به الأمة أجيال وقرون. وفي نفس الوقت في ظل هذه الأمور بنوجه وبنرشد أنفسنا والآخرين. الاختلاف سمة طبيعية في الحياة، لابد أن تكون على أساس من الاحترام والتبادل في هذا الاحترام، لكن لا أن يسعى الناس بهذه الصور، إنك أنت النهاردة تقوم تيجي تشكك في العالم الفلاني وبعدين تقوم تشتم فيه والفقهاء الأربعة مش عارف مالهم إزاي، يبقى على طول ده ليس من أهل العلم. أهل العلم غير، وأهل الإيمان حاجة تانية. إذا اختلفوا اختلفوا بأدب، وإذا اختلفوا عرضوا القضايا العلمية بدقة وبتأني، ما عندهمش عصبية وتعنت. ليه؟ لأنه ثابت. أصل الحق بيعمل ثبات عند الإنسان، ما بيخليهوش كده منفعل على كل، لأنه التاني مهزوز، الأساس مش قوي، فمطيور عايز يعمل أي حاجة، عايز يزعق، عايز يغطي يشوش ويرمي كلمة، والناس أغلبها مش متخصصة في ده، مش دارسة ده، فيهز كثير من الناس. لابد ان احنا، لذلك احنا حرصنا وقفنا سرنا مع التفسير، لكن وقفنا مع هذه القضية، هنقف معها بعض الوقت ونرجع تاني لرحلتنا في تفسير القرآن الكريم، فهي رحلة مباركة. وسبحان الله ان واكب مثل هذه او ظهور مثل هذه القضايا الوقوف عند تأويل وتفسير قول الله تعالى وان يكذبك، لانه التكذيب عشان يظهر وعشان يؤكد الحق بالحق، بانه التكذيب ما زال موجود، ومش شرط ان التكذيب يكون من غير المسلمين، قد يكون من المدعين من المتأسلمين وما اكثره، واتجاهاتهم كتير، اما متشددين واما مش عارف يقول لك متنورين، والاثنين طرفي النقيض، والوسط والاعتدال هو المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع التأسيسي الاول في هذا المجتمع الراقي في زمن النبوة بيأصل لقضية العلم والتعلم، لأن هو ده حل كل القضايا. لابد أن يكون هناك عناية بالعلم، عملية العلم والتعلم. ويزكي النبي عليه الصلاة والسلام المعاني ده، بيقول لك العلماء ورثة الأنبياء، مش بس العلم الشرعي، كل العلم. طالما تجرد الإنسان في طلب العلم لله وإنه ينفع الخلق بهذا العلم الذي تعلمه، وفي نفس الوقت بيسعى ومش شايف نفسه انه عنده علم، طول ما هو بيتعلم ما شفتش عالم قال على نفسه انا عالم،
أهل العلم اللي بحق يقول لك أنا ده أنا لسه بتعلم. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل اللي مش عاجبهم كان بيقول أنا مع المحبرة حتى المقبرة، يعني أنا طالب علم لآخر دقيقة في عمري. هكذا حال أهل العلم. فيجي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن النبوية، زمن التأسيس لهذا الجيل اللي أسس منهج علمي تطبيقي، عشان يجي بعد كده أهل جهل ويقول لك ما كانش فيه علم. إزاي؟ كل اللي جه بعد كده كان أساسه القرن الأول، مجتمع النبوة. ويقول حضرة النبي عليه الصلاة والسلام العالم والمتعلم شريكان في الأجر، عشان يدفع بالعملية التعليمية إن نرجو الثواب من الله تعالى سبحانه وتعالى، وإنه العالم والمتعلم الاتنين شريكان في الأجر، في أجر تعليم العلم وفي أجر كذلك تعلم العلم. فيدفع النبي بهذا المجتمع إلى أن ينهل من أنوار النبوة. يبقى مجتمع تأسيسي قام على أساس العلم والتعلم. وقال صلى الله عليه وسلم معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. طب إيه اللي عرف الحيتان؟ رب العالمين أوحى لهذه الحيتان في البحار، أسماك البحار ده، تستغفر للي بيعلم الناس الخير، عشان يدفع في مجتمعه بمن لديه هذه الطاقة لطلاق إنه يتعلم ويستزيد من العلوم ويعلم. فأسست هذه الأنوار المحمدية في زمن النبوة الشريف في وجدان الصحابة الكرام وفي كل الأجيال اللي جت بعدهم قيمة طلب العلم وقيمة تعليم العلم بتجرد وإخلاص لله تعالى وطلبا للحق والتماسا للهدى واستقامة على أمر الله تعالى.